الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأصل في التصوير التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. الأصل في تصوير ذوات الأرواح، قيدوا، في تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، لأنه وسيلة من وسائل الشرك كما قال الناظم: فالشرك والتصوير مرتضعان. وقد تواترت الأدلة في النهي عن التصوير كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. فالتصوير محرم كله، سواء أكان تصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير بالآلات الحديثة كالتصوير الفوتوغرافي.